فما حقيقة إرادة الإنسان وإرادة الله تبارك وتعالى؟ وما حقيقة نظرية الأمر بين الأمرين؟ العلماء عندما يطرحون بحث الإرادة الإنسانية وإرادة الله تبارك وتعالى يطرحون هذا التساؤل أيها المؤمن: من الفاعل الحقيقي للعمل؟ عندما تمشي، عندما تقوم، عندما تجلس، عندما تتحرك، عندما تتكلم، هل الفاعل هو الإنسان أم الله تبارك وتعالى أم كلاهما؟ فللإجابة على هالسؤال أكو ثلاثة نظريات أيها الأحبة: النظرية الفلسفية، والنظرية الكلامية، النظرية الفلسفية، والنظرية العرفانية. النظرية الكلامية: ماذا يقول علماء الكلام عن الفاعل الحقيقي للعمل؟ علماء الكلام يقولون الفاعل الحقيقي للعمل هو الإنسان. أنت الذي تصنع المشي، أنت الذي تصنع القيام، أنت الذي تصنع الكلام، أنت الذي تصنع القعود. فالفاعل الحقيقي هو الإنسان حسب علماء الكلام. إذن أين إرادة الله تبارك وتعالى؟ قالوا: إرادة المولى عز وجل هي مادة يستند إليها الإنسان في إحداث العمل. شوف السيد الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن، وهو ممن يتبنى هذه النظرية الكلامية أن الفاعل هو الإنسان وأن إرادة الله هي عامل يستند إليه أو مادة يستند إليها. عندما يمر على نظرية الأمر بين الأمرين يطرح هذا المثال، يقول: تصور أنت عندك يد مشلولة، واستطاع طبيب أن يحرك هذه اليد باستخدام الطاقة الكهربائية، تحركت اليد. من المحرك؟ الفاعل الحقيقي للحركة من؟ يقول: هو الإنسان. لو لم يرد التحريك، لو لم يرد التغيير، حتى بوجود الطاقة الكهربائية ما كانت اليد تتحرك. فالمؤدى أن هناك فاعل حقيقي وهو الإنسان، ولكن هناك مادة وهي الطاقة الكهربائية التي يستند إليها. يعني يحتاج إلى أمرين: محركية الإنسان ومادية الطاقة. كذلك في أفعال الإنسان، يقول: الفاعل الحقيقي للعمل عندما يمشي، عندما يتحرك، هو الإنسان، ولكن لا يمكنه أن يفعل ذلك لولا الطاقة التي أودعها الله تبارك وتعالى عنده فيه. فهذا علماء الكلام. الفلاسفة ماذا يقولون؟ الفلاسفة يقولون: لكل عمل، لكل فعل مقتضي وشرط. المقتضي ما يكون به أصل العمل وأصل الفعل، والشرط ما يكون به فعلية العمل. إيش معنى هالكلام؟ قالوا مثلا المصباح، المصباح حتى يضيء يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مقتضي اللي يكون منه الأصل، أصل وجوده، وهو الطاقة الكهربائية. لكن لن يضيء المصباح دون شرط. شنو هذا الشرط؟ قالوا جسم يحتويه ومن هالأسلاك الكهربائية. فأكو عندنا مقتضي وهو أصل الوجود وأصل العمل، وأكو عندنا شرط عامل مساعد وهو الأسلاك الكهربائية. فيقول الفلاسفة أن المقتضي أصل الوجود وأصل العمل هو الله تبارك وتعالى، وإرادة الإنسان شرط، يعني عامل مساعد. بمعنى آخر، الله عز وجل يقول: أنا خلقت المشي ومن يريد المشي نعطيه المشي، خلقت الكلام ومن يريد الكلام أعطيناه الكلام. فالمقتضي هو الله عز وجل، وإرادتك شرط لتتحقق الإفاضة على الوجود. فهذا معنى الأمر بين الأمرين عند الفلاسفة. النظرية الثالثة، علماء العرفان ماذا يقولون؟ علماء العرفان يقولون: نحن لا نقول كما يقول المتكلمون علماء الكلام بأن الفاعل الحقيقي هو الإنسان وإرادة الله مادة مساعدة مثل ما أشرنا في النظرية، ولا نقول كما يقول الفلاسفة بأن المقتضي هو الله تبارك وتعالى وإرادة الإنسان شرط أو عامل مساعد.
يقول علماء العرفان كل عمل إليه فاعل مباشر وإليه فاعل أعلى منه نفوذ. كل عمل يعني يطرحون أمثلة، يقولون لو مريتون على جامع جديد ومبني شحلاته، يجوز لك أن تقول هذا الجامع بناه المقاول الفلاني. صحيح، الفاعل المباشر هو الذي بنى، ويصح أن تقول لا بناه الوجيه الفلاني، أرفع منه نفوذ، اللي أعطى الأموال، اللي أعطى التبرع. إذا شفت واحد يمشي في الطريق يجوز أن تقول رأت عيني فلان، ويجوز أن تقول رأيت فلان. الفاعل المباشر هو العين، والفاعل اللي أرفع منه نفوذ هي الروح أو النفس، فتنسب الفعل إلى نفسك بعد. مثال أوضح من القرآن الكريم، المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يجوز تقول أن الذي رمى هو الإنسان، ويجوز أن تقول أن الذي رمى اللي أعلى نفوذ منه هو الله تبارك وتعالى. الصورتين صحيحتين. آية ثانية، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. بايعوا النبي وبايعوا الله تبارك وتعالى، صورتين صحيحتين. فعلماء العرفان يقولون الأمر بين الأمرين، كل فعل ينسب إلى الإنسان أو ينسب إلى الأعلى منه نفوذ وهو الله تبارك وتعالى.